يا باغيا للخير والألطاف، هاك المكارم من معين صافي، قد صغتها بقصيدة أرجو بها غفران ذنب ظاهر أو خافي. أخلص لربك إن أردت قبوله، لا تاركا للهدي أو متجافي، وابذل لمالك إن رجوت سعادة فالأجر محفوف بخير قطافي. واعرف لأحكام الوقوف مدللا مستنبطا بالآي والألطاف، وافهم هديت شروطه وفروضه أركانه أنواعه يا وافي. واتبع سبيل محمد في وقفه، صلى عليه الله وهو الكافي. أصحابه من فضلهم قد بادروا بالبذل والإقدام والإيقاف، من بعدهم قام الأولى بربوعهم يبنونها بالعدل والإنصاف. رفعوا بيوتا للإله عظيمة، شادوا حضارتنا بخير ثقافي. آووا مريضا مقعدا متحسرا، حتى غدا من جودهم متعافي. كفلوا يتيما خائفا متشردا، يشكو مرارة فقد ذي الأعطاف. وسعوا بخير للأرامل خفية بالسقي والإطعام والإرداف. جعلوا بيوتا للمسافر راحة تؤويه من خوف ومن إرجاف. حتى البهائم من جميل صنيعهم باتت مع الأوقاف في ألطاف. يا رب فارحم أمة مكلومة مهزوزة الأركان والأكناف، وامنح بفضلك عزة ومكانة للدين والدنيا بذي الأوقاف. وامنح بفضلك عزة ومكانة للدين والدنيا بذي الأوقاف.